على الرغم من امتلاكهم ثروات طائلة إلا أنهم عرفوا بالبخل. إليكم أشهر البخلاء. نبدأ بنجم الكوميديا الصامتة تشارلي تشابلن الذي وصفه زملاؤه بأبخل رجل عاش على الأرض، وبحسب سيرته الذاتية كان يتهرب من دفع الحساب عند تناوله الغداء مع أصدقائه. أما أبخل شخصية في العالم بحسب موسوعة جينيس فهي المستثمرة الأمريكية هيت جرين التي عاشت في القرن 19 وتعادل ثروتها هذه الأيام أكثر من ملياري دولار. لم تغير ملابسها طوال حياتها وكانت تذهب للعيادات المجانية باسم مستعار لتتجنب دفع كشف الطبيب. وطبعاً المليونيرة البخيلة إيمي إليزابيث التي تنفق $1,000 شهرياً بينما تبلغ ثروتها $5 ملايين، تتناول طعام القطط وتقدم لضيوفها الطعام نفسه حتى لا ترفع فواتير البقالة. عودة إلى ريم. عودة إليك يا ريم. يعني رأيك شنو؟ هم يمتلكوا ثروات طائلة لكن يعني بيصرفوا بحذر أو حرص شديد أو بخل. يعني لولا هذا الحرص لما امتلكوا هذه الثروات. ماذا تعرفين عن الحرص يا أنا؟ صراحة زعلانة ليش تقولوا عنهم بخلاء، بل هم حريصون. حريصين؟ لا، هم تخطوا مرحلة الحرص. هم دل حاليا واحدة في موسوعة جينيس، يعني آخر واحدة هي تخطط بالفعل موضوع أكل البساس، وهذه صراحة صعبة.